إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المرشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وخصوصا الأنصار منهم والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والمسلمين أجمعين من النار. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. بدأنا حديثنا في الجمعة الماضية عن عبادة من أهم العبادات، وعن استشعار لا بد أن يكون متواجدا في قلب المؤمن، وهو استشعار خصيصة من خصائص هذا الإنسان، وهو الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا عن أول القرآن، عن أم الكتاب، عن فاتحة الكتاب التي يقول الله فيها مبينا هذا الأمر، يقول فيها: اهدنا الصراط المستقيم. المؤمن حينما يقرأ هذه الآية بالتحديد، اهدنا الصراط المستقيم، يستشعر هذا اللون من ألوان الفقر لله سبحانه وتعالى. اهدنا، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الناس، أفضل البشر على الإطلاق: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية تبين حقيقة الإنسان، أنه مفتقر في جميع حركاته وسكناته إلى خالقه سبحانه وتعالى. اهدنا، هذا ليس لا يتحدث عن الفرد وإنما يتحدث عن الجماعة. اهدنا الصراط المستقيم، فكل الناس يحتاجون إلى هداية ربهم سبحانه عز وجل. وهذه نعمة ينبغي للإنسان المؤمن الجالس في مجلسنا هذا وفي مسجدنا هذا أن يفهمه وأن يعرف هذه النعمة. اهدنا الصراط المستقيم. وانتقلنا بكم من أول القرآن إلى آخر القرآن، إلى سورة الناس التي يقول الله فيها: قل أعوذ برب الناس. الالتجاء والرجوع يكون لمن؟ للإنسان عند ربه سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، فالله هو مربيهم وهو رازقهم ذو القوة المتين.
ومالك الناس، لأن الأي كل الناس خاضعون لحكم الله سبحانه وتعالى، خاضعون لأحكامه عز وجل، خاضعون لقوانينه سبحانه وتعالى التي وضعها لنا في هذه الدنيا. ملك الناس إله الناس، فهو إلههم وهو الوحيد الذي يستحق العبادة دون غيره، إلهي الناس. ومن هنا، ولعلنا وقفنا في الخطبة الماضية عند هذا الأمر، ومن هنا ننتقل بكم إلى سورة عظيمة من أجمل السور التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، التي يقول الله في مطلعها: والمرسلات عرفا، بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والمرسلات عرفا. المرسلات، هذه السورة العظيمة التي ترشدنا إلى حقيقة افتقار الإنسان إلى ربه، فالله يبين لنا هذه الحقيقة مقسما بالرياح المرسلة والمرسلات عرفا، قسم بمخلوقات عظيمة دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. فالعاصفات عصفا، وكأن الحق سبحانه عز وجل يريد أن يذكرنا، يريد أن ينذرنا، يريد أن يبين لنا من خلال الحقائق الكونية التي يراها الجميع ويسمع عنها الجميع ويلاحظها الجميع. والمرسلات، هذا أمر نعيشه جميعا، ورأينا هذه العواصف التي دمرت دولا بأكملها. انظروا إلى التسونامي الذي جاء بين عشية وضحاها ودمر كل شيء فلم يترك شيئا وراءه. سنت مارتن قبل أيام، جزيرة دمرت بأكملها بسبب عاصفة واحدة. هذه آيات وضعها لنا ربنا سبحانه عز وجل لنقف عندها، فلا ينبغي أن ننظر إليها على أنها أمور سطحية لا دلالة لها، بل هي آيات جعلها لنا ربنا سبحانه عز وجل ليعرف الإنسان حقيقة نفسه. قسم بمخلوقات عظيمة دالة على عظيم علم الله تعالى سبحانه وتعالى وقدرته، وهو القائل وهو القاهر فوق عباده. ألا تلاحظ عظمة ربك وافتقارك إليه وأنت تتأمل عظمة خالق هذا الكون؟ يقول أحدهم: افهم عن الله ليرفعك الله. إذا نظرت إلى الأمور التي هي من حولك، إلى نفسك: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. حينما ينظر الإنسان إلى هذه الحقائق التي هي في بعض الأحيان التي نغفل عنها، لا أقول في بعض الأحيان وإنما في واقعنا المرير، تغيب عنا في كثير من المواقف وفي كثير من الأوقات. حينما يقف الإنسان عند هذه الآيات العظيمة وعند مدلولها، يستشعر الإنسان حقيقة نفسه. فإذا استشعر الإنسان حقيقة نفسه، عرف آنذاك وعرف حينئذ حقيقة ربه سبحانه وتعالى. فلهذا يقول هذا العالم الجليل: افهم عن الله، افهم عن الله. لا تنظر إلى هذه الأمور رؤيا أو نظرة دونية، بل انظر لتفهم عن الله سبحانه وتعالى ما هي الرسالة التي يريدها الله سبحانه عز وجل أن تصل إلينا. لا بد أن نمعن النظر في مخلوقات الله سبحانه عز وجل. فلهذا يقسم الله في مثل هذه السور كسورة المرسلات بهذه الأمور العظيمة ليبين لك حقيقة قد يجهلها الكثير، وخاصة الذين غرقوا في الدنيا وهم ليل نهار يلهثون وراء حطامها. همهم الوحيد الدنيا، همهم الوحيد المال، همهم الوحيد الجاه، همهم الوحيد
السلطان، فيريدون أن يحصلوا عليها بأي طريق كان. هذا الأمر يؤدي بك إلى مرتبة أعلى، وهو الفناء، فناء الذات. لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يقول أنا الذي فعلت، فقد قالها أقوام وأشخاص من قبلك فأهلكهم الله سبحانه عز وجل. فاقرأوا إن شئتم قوله سبحانه عز وجل: أنا خير منه خلقتني، على لسان إبليس اللعين، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا خير منه، أنا. فماذا كانت النتيجة؟ أن أخرجه الله من الجنة. وقالها قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فكانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض. قالها فرعون اللعين، قال: أنا ربكم الأعلى. وفي آية أخرى: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أمن خير من هذا الذي هو مهين، وهو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى ولا يكاد يبين. قالها قوم إبليس، قوم بلقيس عفوا، حينما جاءهم الملك سليمان. فكانت النتيجة أن أهلكهم الله. قوم عاد، قوم ثمود، كل هذه الآيات التي نجدها في القرآن الكريم تذكرنا بهذه الحقيقة. لا بد للإنسان أن يعرف قيمة نفسه، وأن يعرف ماهية نفسه، وأن يعرف حقيقة نفسه. فالله سبحانه عز وجل يقسم بالرياح التي فيها معاني الموت والحياة، ليذكرك بالبعث الحقيقي الذي لا بد منه. ألا تلاحظ أن هذا الهواء الذي يستنشقه الإنسان ليل نهار وأنت نائم لا تشعر بأي شيء، رغم ذلك الله وفقك وهداك لاستنشاق هذا الهواء الذي هو في حقيقته يساوي الحياة. إذا ذهب عنا وأخذ الله عنا هذا الهواء، ما بقيت حياة. ألا تلاحظ أن هذا الهواء أكبر دليل على وجود الله وافتقارك له؟ فلو منعه الله عنك لحظة واحدة لما استطعت أن تقوم بأي شيء، رغم قوتك، رغم جاهك، رغم سلطانك، رغم أموالك التي تملكها، لا تستطيع أن تفعل شيئا لشيء لا تراه حتى العين، وهو الهواء. يقسم الله سبحانه عز وجل بهذه الأوصاف الكونية ليقول لك في جواب القسم: إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع. ووعد الله لا يخلف الله وعده، فيوم القيامة واقع، والنار واقعة، والجنة واقعة، وكل شيء أخبرنا الله به في القرآن الكريم فهو واقع لا محالة. الله يقسم بهذه الكائنات ليبين لك حقيقة البعث، وليقول لك: انتبه أيها الإنسان، انتبه أيها الإنسان، فهذه الدنيا قنطرة يعبرها الإنسان، وبعد ذلك سينتقل إلى حياة أخرى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لكن لو كانوا يعلمون. أي ما توعدكم الله به من العقاب بعد البعث واقع لا محالة لمن أنكرها، لأنها عذرا أو نذرا، وفي قراءة نذرا، إعذار لمن آمن بالله سبحانه عز وجل، للذين اتبعوا الحق وهداهم الله إلى الطريق المستقيم، ونذرا أو نذرا لمن ابتعد عن طريق الله سبحانه عز وجل. لكن ما أكفر الإنسان، نجد في سورة المرسلات أيها الأحباب أن الويل يتكرر لما في هذا الأمر من عظيم الشأن. هذه الآية تتكرر: ويل للمكذبين، للذين يكذبون بآيات الله التي يرونها بأعينهم، يشاهدونها ويعيشونها ليل نهار، ورغم ذلك
ينكرون وجود الله. هنالك من ينكر وجود الله، وهنالك من يعيش كأنه منكر لله سبحانه وتعالى، يعرف أنه أن العقاب سيأتي، ويعرف ويؤمن بالجنة والنار، لكنه رغم ذلك يكذب، ورغم ذلك يسرق، ورغم ذلك يزني، ورغم ذلك يخدع. هذا الإنسان يعيش عيشة المنكر، لأنه يؤمن ولكنه في نفس الوقت لا يقوم بالعمل الذي يحفظه من هذا العقاب الذي وعد الله به المنكرين والمشركين. وفي آخر السورة يقول عز وجل: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ لأن النجاة أيها الأحباب في هذا القرآن، في كلام الله. النجاة أيها الأحباب في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النجاة في أن يعرف الإنسان حقيقة نفسه. النجاة في أن يعرف الإنسان حقيقة ربه. فدعونا نفهم لنرتقي بأنفسنا إلى أعلى المراتب والمستويات. وكل هذا تختصره آية عظيمة من سورة فاطر، التي يقول الله فيها: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. عرف هنا الفقراء لأن الإنسان في حقيقته فقير إلى الله سبحانه عز وجل، وهو الواحد الأحد، الفرد الصمد، تصمد إليه جميع الأشياء ولا يحتاج إلى أي شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ولهذا عقب الله مباشرة بعد هذه الآية فقال: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا يحتاج إلى عبادتكم، ولا يحتاج إلى صلاتكم، ولا يحتاج إلى صومكم، بل أنتم الفقراء إلى الله سبحانه عز وجل. فالإنسان الذي غرق في الدنيا لا بد أن يتعظ، ولا بد أن يفكر، ولا بد أن يتدبر مثل هذه الآيات، الآيات القرآنية والآيات الكونية، ليراجع نفسه وليحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ورحم الله القائل: الإنسان الفقير هو الذي يفتقر إلى الله سبحانه عز وجل. وقال أحدهم: ما خص من افتقر إليك أو من وجدك، وما وجد من افتقرك. أي كل إنسان لا يعرف ربه فهو في الحقيقة لا يملك شيئا، أما الذي وجد ربه وعرف حقيقة ربه فهو الغني. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Yeah.